عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلابنا طلاب المستوى الثاني. درسنا اليوم في مادة الرياضيات مقارنة الأعداد. عندما نقارن عددين ننظر إلى منزلة الآلاف ثم المئات ثم العشرات ثم الآحاد. لدينا الرقم 7730 و7830. لنقارن هذه الأعداد ونضعها على لوحة المنازل، نضع 7 في منزلة الآلاف، 8 مئات، 3 عشرات، 0 آحاد. الرقم الثاني 7000، 7 في منزلة المئات، 3 في منزلة العشرات، 0 في منزلة الآحاد. لمقارنة الأعداد ننظر إلى الآلاف، الآلاف متساوية 7 7. ننظر إلى المئات 8 7. لنفكر، أحسنتم، 8 أكبر من 7. إذا 7830 أكبر من 7730. نضع إشارة الأكبر. عندما نمثل رقمين على خط الأعداد نبدأ من اليسار إلى اليمين، 3425، 3435. شكرا أعزائي الطلبة، ننتقل لحل ورقة العمل.